الجزء الثاني من الرسالة إلى وسائل الإعلام، أن افتحوا للحق كما فتحتم للباطل. افتحوا، أدونا فرصة معهم عشان احنا نقدم حجتنا. قدمتوا لخصومنا يبرطعوا زي ما هم عايزين، أدونا مجال نحن نقول الحق ونتكلم مع الشعب. لا تحولوا بيننا وبين كثير من الشعوب المسكينة اللي ضاعوا بسبب شبهات التصوف وغيرهم. كونوا منصفين. أي وسيلة إعلام الليلة بتنادي بأنها هي صوت الحق، صوت الفضيلة، هي اللي بتنقل الخبر كامل. أنقلوا الخبر كامل. نقلت صفحة المتصوفة وظهر إنها صفحة مشوهة، فاسدة في العقيدة، فاسدة في العبادة، صفحة دنسة مشوهة. أفتحوا فرصة لأهل السنة يقدموا الحق، يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم بأدلة الكتاب والسنة. ولو تكلمنا بغير الكتاب والسنة وقفونا، لو تكلمنا بغير الكتاب والسنة وقفونا. ونحن دارين التلفزيون ده يفتحوا لنا عشان نعمل صيانة السودانيين من وسوسة الصوفية المجرمين، فهمت؟ يفتحوا لنا القنوات، فدي دعوة، دعوة للصوفية إلى مناظرة، فهمت؟ نأتي فيها بالكتب ونأتي فيها بالأدلة ويكون الكلام أمام الناس. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإذنه متكفلون بما يأكله الإزارق من الناس يوميا، ده بندفع له اليومية بتاعته، بندفع له المذيع ذاته بندفع له، لكن امسك الزمن ما عنده شغلة بالأزلة، تمسك الزمن بتاع الكاميرا بنديه حقه، بنأجر الكراسي وبنأجر الاستوديو، فهمت؟ الكهرباء حقت الليلة كلها بندفعها للقناة. دارين معاكم دارين معاكم مناظرة أن يحشر الناس ضحى. أما تمشي يا إزارق يا غيره، تمشي تقول الكلام سب، أو ديل ناس صغار، أو ديل ما ظهروا في التلفزيون، أو غيره من الكلام، أو هؤلاء الشباب طعنوا في الأولياء، أو غيره، ده كلام ما بنجيك أمام الناس. ودي رسالة للشعب السوداني أن يكون شعبا واعيا، شعبا مسلما متمسكا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة إلى جميع السودانيين، جميع السودانيين، متى ما وجدت الإزارق في كوكب الأرض أو في جبل قاف أو في جبل إسكندر أو في الزريبة أو في شكانيبة، أعمل لنا معه مناظرة بإذن الله سبحانه وتعالى، نبين لك الحق. يا ناس غناة اس 24 جيبونا معه، جيبوا كلهم وجيبنا إن شاء الله تعالى. تشوفوا شعاع فيه الحاصل. ها ضرب لي المذيع ثاني يوم قال لي يا أخي إنك في برنامج بإس 24 ذات تنصح الوزير، والوزير جايبينه أنا، تجيب لي أخرج على الحاكم وتجيب الناس ذيك في عقائد الشرك والتوحيد؟ قلت له ما بجوز حرام، لكن أنا جاهز تجيب لي لزيرك، تجيب حامد، تجيب البرعي. طيب ودي رسالة، كلامنا ده بيوصلهم إن شاء الله. دي رسالة لإس 24، إس 42، 104، النيل الأزرق، الأبيض، الأحمر، أم درمان، حسين خوجلي، كلهم نحن جاهزين للصوفية. هل أنتوا يا ناس القنوات مستعدين تجيبونا؟ هل أنتوا مستعدين لكلامنا؟ مستعدين؟ وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.